صلوا ونترفع درجات نمشي بها في ظله. صلوا 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 على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كما كتشوفوا معايا حضرت هاد الكيكة بالتفاح، كتجي هائلة ولذيذة بزاف، هشيشة ورطبة كذلك. هاد الكيكة ما كتهبطش نهائيا، كتبقى منفوخة، فخليكم معايا تكتشفوا سر نجاح الكيكة وكذلك الطريقة المبسطة والمقادير اللي هي بسيطة جدا. فعندي هنايا كاس ونص ديال الزيت النباتية، كاس ونص ديال السكر سنيدة، ربعة البيضات، كاس ديال ياغورت الطبيعي. هنايا عندي هاد الياغورت فيه السكر، إذا غنقص واحد جوج معالق من السكر. عندي كذلك التفاح اللي غنقبطو، غادي نقطعو شرائح، وعندي الدقيق، وعندي واحد الخمارة ديال 16 غرام، هنايا 15 غرام عفوا، و فاني. وتقدروا ديروا المنكه يعني طبيعي، تحكوا واحد الحامضه، وعندي واحد المعلقه صغيره ديال الخل الابيض. فندوزوا على بركه الله لطريقه التحضير. فاول حاجه غنقبض الاناء ديالي، غادي ندير فيه البيض، غادي ندير السكر، ندير خلي واحد شويه لان عندي الزبادي فيه السكر، وغادي ندير سكر فاني. وغادي نبدا نضرب اللون ديالو تبدل. انا بغيت درت لكم هاد الماكينه هذه باش غير نوريكم، حتى بهاد الميكسر هذا نقدروا نديروا الكيكه الا ما كانوش متوفرين عندنا يعني ماكينات اخرين. هانتوما كتشوفوا، غنعرض لكم باش تشوفوا بانها كيتبدل اللون ديالو هكذا. كنزيدوا الزيت، وغادي نزيدوا ياغورت، وغادي نبدا نضرب المكونات كامله مع بعضها. غادي ندير الدقيق، فغنعبر تقريبا بالكاس. هاد الكاس فيه 150 غرام باش تعرفوا القياس. دابا غادي نعبر جوج كيسان ونشوفو من بعد الى خصني نزيد، لان القوام ديال الكيكه هنا ما خصوش يجي جاري، حيت غادي ندير فيه الفوق من الفوق التفاح، خصها تجي قابطه راسها شويه. ندير الخميره، you
غادي نخلط بهاد السباتيل ومن بعد غندوزهم بالطراب الكهربائي. غادي نسيت واحد شويه الملح غادي نديرو، وغادي نبدا نطرب. صافي هذا هو القوام ديالها، كيجي على هذا الشكل هذا. صافي دابا غادي ندوز باش غادي نصايب التفاح شرائح باش نديرو فوق الكيكه. هذا هو التفاح كنقطعو على هكا، صافي هذا هو التفاح. دابا باش ما غاديش التفاح ينزل لينا في الكيكه، غادي ندردرو عليه شويه ديال الدقيق بحال هكا، غير شويه هكا شويه باش ما يهبطش لتحت. صافي ندوز. دابا عندي هنايا واحد المول اللي دهنتو بالزبده والدقيق وخليتهم في الثلاجه حتى شد مزيان، دابا عندي بارد غادي ندير فيه الكيكه. ولكن قبل غادي نقبض الكيكه ديالي وغادي ندير فيها واحد شويه ديال الخل باش تطلع، فهاد الخل كيخليها تجي مفشفشه وما كتهبطش. غنخلط مزيان فغير معلقه صغيره ديال الخل الابيض كافيه، كتحيد حتى ديك الزفوره ديال البيض. صافي بسم الله غادي ندير كيك في الايطاج وفي المول. صافي وغادي ندوز باش ندير التفاح من الفوق. ندورها كامله هكا بالشرائح ديال التفاح. اول حاجه كنديرو على ربعه باش الدوره تجينا نيشان، ماشي بعض المرات ما كتجيناش الدوره هي هذيك. غادي ندير عاوتاني هاد البلاصه هذه،
صافي دابا غادي نديرها في الفران. قبل ما ديروها في الفران باش تطلع لكم مزيان، فمن الاحسن انكم تغطيوها، ما تبركوش على هذا، غير حطوها غير من الفوق غير هكا صافي وخشيوها. هي دابا يلا جبتها من الفران قسخونه، كتشوفوا معايا هي طابت. عندي هنا شويه ديال الناطاج، تقدروا ديروا شويه ديال الكوفيتير ولا شويه ديال الزيره باش غندهنوها باش بقات الماء تجي زوينه. هانتوما كي كتجي كتجي غزاله مفشفشه. هانتوما داك التفاح ما هبطش حيت غبرتو بالطحين، ديروا له غير الدقيق وما غاديش يبقى يهبط، حيت بزاف الناس كيديروا مثلا الفواكه من الفوق وكتهبط لهم. هاد الطريقه الا درتو فيه الدقيق ما غاديش يهبط.